تونس مشى نحو الإفلاس. فريقنا اليوم يرى أنه للأسف نعم تونس مشى نحو الإفلاس. تونس لم ولن تذهب إلى الإفلاس. صحيح أن عاني في صعوبات اقتصادية، صحيح فما تعثرات توا داخلية، ولكن تونس ماهيش وحدها في وسط العالم الكل. فاكت تشيكينغ حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الحصول على القرض. %50 مع الأطروحة، 46% ضد الأطروحة، وهذا شيء يعني بطبيعة الحال يعني أنه الفريق المعارض ربح نقاط.